الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بذلك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وصلى رسوله ويهدى وجود الحق ليظهره على الدين كله، فلو كره المشركون. واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وصديقنا وقدوتنا ومعلمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير نبي وخير امه اخرجت للناس، تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، واصلي واسلم عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين الذين امنوا به وعبدوه ونصروا واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المهتدون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقاتلوا نفسا ما قدمت لغيكم واتقوا الله، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع الأرض ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى كما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. ثم أما بعد، فيا معشر السادة الكرام، حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى تحت عنوان واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نداء الى الله العلي القدير الى الامه الاسلاميه ان تعتصم بحبل الله. قيل بحبل الله القران بدليل قول الله سبحانه وتعالى، قيل بحق الله اي بعبد الله، بدليل الايه بعدها قول الله سبحانه وتعالى ضربت عليهم الحله والمسكنه وباءوا بغضب من الله، ضربت عليهم الحله الا بحبل من الله وحبل من الناس، بالعهد والذمه، وقيل بحبل الله
إنه القرآن بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الورقة هو القرآن الكريم والنور المبين والشفاء النافع عشقا لمن تمسك به وعظمه عظمه لمن تمسك به وقربه لمن اتبعه وقد خلقه امر المسلمين ان لا يتفرقوا وان يكونوا بيد واحده على من سواهم وامرهم بالاجتماع والانتماء وجمع الكلمه بدليل الحديث مسلم رضي الله عنه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب له ثلاثا ويسخط له ثلاثا يحب له أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحق الإسلام جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من الله الله أعطاكم خلقنا في هذه الحياة الدنيا لعبادتك لا للتمعن ولا للتقارب ولا للتفاخر ولا للتحاسب ولا للتزاحم ولا للتضارب امرنا ان تكون امه واحده لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توابهم وتراحمهم وتحاسبهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه الغلط تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والغلط هكذا قلنا وعن هذا سنسال يوم القيامه امام الله سبحانه وتعالى أقام بالانتصار والاتحاد وجمع الكلمة وأن أنصاع للمصلحة العامة لا للمصلحة الخاصة لأن عنوانها يتوجه ويسير في المدينة الهادية يجب علينا أن نشد وطننا وأن نصحح بكل خير ما فيه من أجل مصلحتك وطنك لأن لغضنا في ذي الحصار وأعدائنا يتوسلون من جوابك لأن مضيعنا مغرم على الطريق والكل يقطع فينا والكل يريد ان يطلقنا ويتحجر فيجب علينا ان نستيقظ عبادا وان نرافق من خلقناه ورفعنا لان الدين النصيحه قلنا لمن يا رسول الله قال لنا ولرسول ولأئمة المسلمين مع أمتك وتمنى عن الخير والصلاة نهانا
وأن تضع
وتردد في كل سنه اخرى. لماذا تنافر؟ لماذا تعطيل المصالح؟ لماذا انفاق الاسلام؟ لماذا لمصلحه الامه؟ ابو بكر السلطيه اثر الله والدار الاخره عن الناس في هذه الامر انما اتى بكل ما يريد وترك الحجاره بمكانته وذهب مهاجرا مع رسول الله بالتعب في اداره اهل الدين وحب الدين ثم يضحى المره الثانيه بنفسه عندما يتقدم رسول الله الى الله وهو في طريقه الى الله ياتي مره عن يمين رسول الله ومره عن شمال رسول الله ومره ياتي من امام رسول الله ومره ياتي من خلف رسول الله فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنك يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر يا رسول الله أنا لو هلكت أهل وحدي وأنت لو هلكت يا رسول الله لهلكت أمة بأسرها نفسي في كتاب رسول الله يكتب رسول الله في لقد كان لكم اسوة من رسول الله
كان لكم في رسول الله تجلس حسن لانك لا تذكر الله والملائكه لا يذكرها ولا يذكر الله كثيرا. اسال الله العظيم ان يحفظكم من الشرك بما تقربون اليه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
Thank you.